ولمزيد من التحليل ينضم الينا من فرجينيا محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي. اهلا ومرحبا بك سيد محمد. اهلا بك والسادة المشاهدين. يعني تابعت ردود الفعل الامريكيه حول هذه التوترات والتطورات في الساعات الاخيره على الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه، ما هي قراءتك لهذه التصريحات التي تم اطلاقها في الساعات الاخيره؟ لا يعني تصريحاتها ايضا نوع من المراوغه التي اعتادت عليها السياسه الامريكيه في الفترات الاخيره منذ بدء 7 أكتوبر. كان هناك يعني تفضيلات كثيرة حسب تصريحات عدة من البيت الأبيض بأنهم لا يتمنون أن يكون هناك توسع لرقعة الحرب في الشرق الأوسط أو أن تصل هذه الحرب إلى حرب إقليمية. لكن ما نراه حاليا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هي من تدفع إلى فكرة هذا التوسع، لأن معنى أن تتحرك القوات الأمريكية إلى السواحل اللبنانية أو إلى مساعدة القوات الإسرائيلية فهذا يعني شيء يجب كل ما قبله، ويدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل تتمادى مع إسرائيل في فكرة يعني مساعيها للحرب على لبنان. كانت تمادت من قبل في المساعي الإسرائيلية على في الحرب على قطاع غزة، وبالتالي هنا يعني هذا الأمر فيه نوع من المراوغة والتورط الأمريكي. إذا ما اندلعت حرب فعلية في هذه المنطقة فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون واحدة من أهم المتسببين في هذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن هناك طرفا يسعى إلى أهداف سياسية معينة ويسعى إلى البقاء في السلطة في إسرائيل وهو نتنياهو، ومع ذلك لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنعه عن مخططاته. وهذا يعني شيئا واحد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعض المصالح في هذا المخطط، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني تؤيد فكرة يعني تراجع شعبيتها عالميا على الأقل في الملفات الحقوقية وملفات حقوق الإنسان وما إلى ذلك بهذه الأفعال التي تزداد يوما بعد الآخر، وتؤكد أن يعني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية شيئان لا ينفصلان وأن مصالحهم واحدة مهما كانت يعني المواقف أو الأطراف. نعم، كنت أتحدث منذ قليل مع ضيفي عن تبعات هذا التدخل والتمادي الأمريكي لصالح إسرائيل وما يمكن أن يستتبعه تأثير على المصالح الأمريكية في المنطقة، كما ذكرت لو يعني تابعت هذه الجزئية المتعلقة بالحوثيين في اليمن، نتحدث عن جماعات موالية لإيران في العراق، سوريا، كل هذه الأمور تعطل وتهدد المصالح الأمريكية الكبيرة في المنطقة. هنا أتوجه إليك بنفس التساؤل، هل تخاطر الولايات المتحدة بمصالحها لصالح إسرائيل ولصالح الحفاظ تحديدا على نتنياهو ومكاسبه الشخصية؟ هي هنا لا تخاطر بمعنى الحرفي للكلمة. نعم هي يعني قد تخسر جزئيا بعضا من نقاط قوتها، لكنها لن تكون مؤثرة في تمركز القوات الأمريكية بالشرق الأوسط. لكن هنا الولايات المتحدة الأمريكية الواضح لي حاليا أنها تسعى إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية أو مساعدة إسرائيل على فكرة إعادة فلسفة الدولة مرة أخرى. فلسفة الدولة الإسرائيلية هدمت في أحداث 7 أكتوبر، إسرائيل كانت تصدر نفسها على أنها قوة عظمى لا تقهر، وبالتالي أحداث 7 أكتوبر أسقطت هذا الوقت. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية تساعد في إسرائيل في إعادة هذه الصورة مرة أخرى، لأن هذه الصورة في الذهن الشرق الأوسطي ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في تنفيذ مخططاتها القادمة أو بقاء هيمنتها على المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن خسائر اليوم ستكون قليلة جدا بالخسائر المستقبلية إذا ما تمكنت دولة كالصين وروسيا من دخول الشرق الأوسط بصورة أكبر سياسيا واقتصاديا، وبالتالي إفقادها مكانتها في هذه المنطقة. لهذا كما قلت هناك تضارب في أقوالهم ينم أو يؤكد أن لهم مصالح معينة، ويؤكد وجهة النظر التي تقول بأن إسرائيل ما هي إلا قاعدة أمريكية ثابتة في الشرق الأوسط خلقت لمصالح أمريكية وليس مصالح إسرائيلية. وفقط لهذا نرى أن التوجه الأمريكي دائما ما يكون إلى جانب إسرائيل، حتى ولو بدأ بعض التصريحات أنها رافضة للتوجهات الإسرائيلية، لكن كما يقولون الداعم العسكري الأكبر يكون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها،
ومن خلفها بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تستمد إسرائيل القوة بهما. إذا أرادت أمريكا أن تمنع حرب لبنان على سبيل المثال فستفعل ذلك. وأمريكا دائما يعني لا تفضل أن لا تخسر، هي تخسر مؤقتا مقابل فوائد مستقبلية تراها. نعم سيد محمد، يعني كما تعلم نتنياهو يستطيع ويعلم من أين تؤكل الكتف، فيحاول استغلال كل الفرص، ويمكن له أن يحاول هذه المرة استغلال ذرائع تتعلق بتهديد أمن إسرائيل، وأن هناك تهديد وجودي لإسرائيل من أجل الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية للموافقة على عدد من صفقات القذائف والذخائر التي لربما حجبتها الولايات المتحدة من قبل على اعتبار أنها قد تستخدم لاستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة، المدنيين منهم، مثل القذائف من أو التي من عيار الفيرطل. إلى أي مدى سيحاول استغلال ذلك؟ أعتقد أن يعني نتنياهو أكثر ما يستغله حاليا هي الحالة المربكة في السياسة الأمريكية أو في الانتخابات الأمريكية. إذا ما يعني عدنا إلى خطاب نتنياهو في الكونغرس منذ أيام نتنياهو قدم إلى يعني واشنطن وكأنه المحدد لمستقبل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وكل منهم سواء ترامب أو كامالا هاريس سعوا إلى إحداث نوع من التوافق مع نتنياهو نفسه، لأن معنى توافق نتنياهو مع شخص معين أن اللوبي اليهودي سيقوم بدعم هذا الشخص أو هذا المرشح. لهذا حاليا هو يلعب على هذه النقطة، وأعتقد أنه إذا ما جاءت أي موافقات على فكرة شحنات أسلحة جديدة لصالح إسرائيل وحكومة نتنياهو فستأتي من هذا البند، بند الانتخابات الأمريكية القادمة وفكرة يعني التصويت فيها والدعم المالي فيها. أما فكرة الوجود الإسرائيلي فدائما هو ما يلعب على هذه النقطة، دائما ما يصور للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية أن الوجود الإسرائيلي في خطر، وإن كل الأطراف من حول إسرائيل يعملون على هدمها. وبالتالي هو منذ البداية نجح في هذا الأمر، وكما قلت نجح على الأقل في تصوير أن فلسفة الدولة الإسرائيلية قد هدمت ولابد أن تعود مرة أخرى. لكن قوته الحالية تأتي من الضغوطات التي يعني تأتي على المرشحين في الانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب وكمالا هاريس. كمالا هاريس حاليا يعني لابد عليها أن تعمل على كسب رضا اللوبي اليهودي نوعا ما حتى تميل كفة لها. أيضا ترامب لا يستطيع أن يخسر هذا اللوبي، لأن التصويت بينهم حاليا حسب استطلاعات الرأي المنصفة، وبالتالي تفاصيل صغيرة هي من ستحسم هذه الأمور. لهذا أعتقد إن نجح نتنياهو في إتمام مثل هذه الصفقات ستكون بسبب الحالة السياسية الأمريكية وليس فقط فلسفة الوجود الإسرائيلي. نعم سيد محمد، إلى أي مدى يعني دفعت التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى ضرورة إطلاق رأي عام عالمي يطالب بوقف الحرب في قطاع غزة، والتي حينها سيمكن أن يؤثر ذلك على توقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، توقف ارتدادات هذه الأزمة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وغيرها من الساحات؟ طب هنا هو يعني منذ بدايه الاحداث نفسها في السلام المطلوب كان العالم اجمع يطالب بان يتم وقف الحرب في قطاع غزه، اولا للجانب الانساني، ثانيا لان هذه المنطقه في العموم مؤثره عالميا، ولكي يعود الاقتصاد العالمي الى نوع من الانتعاش المجدده التي اصيب بخيبات فيها منذ احداث يعني جائحه كورونا حتى الان مرورا بالحرب الروسيه الاوكرانيه حتى الان، فان منطقه الشرق الاوسط لابد وان تهدأ كثيرا، والمنطقة المحيطة بقناة السويس لابد وأن تهدأ كثيرا. هذا العالم يطالب بأن تحل هذه المشكلة، وليس فقط في فكرة وقف إطلاق النار، ولكن أن تطرح حلول فعلية للقضية تاريخيا، وهي فكرة حل الدولتين. أيضا العالم يفرض حاليا فكرة أن تتطور الحرب إلى الجانب اللبناني، لأن معنى ذلك أنها من الممكن أن تمتد لحرب إسلامية، وهذا هو السيناريو الأسوأ الذي لا تتمناه أي دولة في العالم، بأن تتوقف حركة التجارة والملاحة في هذه المنطقة. لكن للأسف طالما أن نتنياهو ما هو يعني يريده والولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط بالشكل الكافي، فلن يكون هناك مفر من أن تمتد هذه الحرب إلى شبه إقليمية، طالما أن العنف الإسرائيلي مستمر تجاه قطاع غزة أو لبنان. على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا على ما أضفته إلينا من معلومات. كنت معنا من فرجينيا محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي.